كما تعلمون وصلنا للمرحلة الأساسية والحاسمة وهي إن شاء الله اليوم في العشية غادي تفتتح المؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال والذي نراهن على أن يكون مؤتمر للتميز مؤتمر لعبر فيه الاستقلاليات والاستقلاليين عن تعبئتهم الجماعية من أجل إنجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلاله الملك نصره الله ومن اجل تقويه الحزب ورص الوحده والصفوف داخل البيت الاستقلالي. نريد ان يكون مؤتمرا نوعيا مؤتمر غني بالنقاشات نظرا لجوده الاوراق المطروحة للنقاش والتي تعكس المشروع المجتمعي التعادلي المتجدد لحزب الاستقلال لهذا إن شاء الله اليوم الاستقلاليات والاستقلاليون هذا عرسهم الكبير والجميع يشارك اليوم ويتوافد على مقر المؤتمر بروح ايجابيه بالتطلع لبناء المستقبل، بالتطلع لتاهيل الحزب تاهيلا شاملا، بالتطلع كذلك لكي نبرهن على ان حزب الاستقلال رقم اساسي في المعادله السياسيه الوطنيه ولكي يخرج الحزب ان شاء الله قويا كما كان متراص الصفوف موحدا متماسكا خلف قيادته. طبعا كان هناك اشتغال طويل ومكثف للجنه التحضيريه الوطنيه، واشتغلنا من خلال اللجان المتفرعه عن اللجنه التحضيريه الوطنيه على العديد من التقارير، وهي تقارير في الحقيقه يمكن ان نعتبرها مصدر فخر واعتزاز للحزب نظرا لانها نظرا للجودة ديالها ونظرا للقدرة ديالها على تقديم الإجابات الإشكاليات المجتمعية الكبرى وهذا وهذا المشروع المجتمعي صاغه أطر وكفاءات الحزب وفي ظرف قياسي كذلك وهذا تحدي أساسي طبعا كان هناك واحد الجو إيجابي ومنذ بلاغ اللجنه التحضيريه يوم 25 فبراير والذي كان بمثابه مصالحه تاريخيه تحققت وكان هناك اتفاق واجماع على انخراط جميع القيادات ديال الحزب وجميع المناظرات والمناظرين لانجاح المؤتمر. بهذه الروح الايجابيه اشتغلت اللجان. جميع اللجان وأعدت الأوراق ديالها بما فيها لجنة القوانين، وكان هناك نقاش مهم جدا، وتم التوافق بالإجماع على العديد من مشاريع تعديل ديال القانون الأساسي، وهي المشاريع التي تعكس رؤية تحديث الحزب، ورؤية تطوير الأداء ديالو، والوظائف ديالو داخل المجتمع. فالإستقلاليون كما قلت، معبؤون لإنجاح أوراش المؤتمر، وبلا شك هذه المشاريع ديال التعديلات ستلقى روحا إيجابية وستلقى توافق داخل المؤتمر، نظرا لأنها تعكس أولا الوحدة ديال الحزب، وتعكس القدرة ديال الحزب على إبداع منظومة قانونية وتنظيمية متراصة وقادرة على تقوية الحزب. وقلت وبهذه الروح، الايجابيه وما خلفه ذلك خصوصا الاجتماع الاخير للجنه التحضيريه من ارتياح كبير لدى المناضلات والمناضلين، اليوم بهذه الروح يشارك المؤتمرون في اشغال المؤتمر لكي يصلوا بالحزب الى المستوى المطلوب. حزبا موحدا متماسكا قادرا على اداء ادواره الدستوريه، وبدون شك انه المؤتمرون منخرطون ومعبئون جميعا في هذا التوجه ديال التوافق وديال التراضي وديال خدمه المصلحه العليا للحزب. قبل المصالح الاخرى اللي قد تكون شخصيه او غير ذلك. بالنسبه للشعار ديال المؤتمر من <applause> يمكن اختيار الشعار؟ الشعار ديال ديال المؤتمر في الحقيقه هو شعار يعكس تجديد العهد ديال حزب الاستقلال، والحزب منذ نشاته، منذ اكثر من 80 سنه. وهو يناضل ويكافح ليس فقط من أجل تحرير الأرض وتحقيق الاستقلال ولكن نشتغل بمفهوم شامل وديال ديال التحرير أي أنه ولن ما زلنا نناضل ونكافح من أجل التثبيت النهائي للوحدة الترابية للمملكة المغربية ثم كذلك ما زلنا نناضل من اجل تحرير الانسان وهذه فلسفه حزب الاستقلال تحرير الانسان من قيود التهميش ومن قيود الجهل والتخلف وتحرير العقل وتحرير الفكر وتحرير الطاقات وضمان العمل على ضمان الاستقلاليه والسياده الحقيقي على المستوى الاقتصادي لبلادنا وتقليص التبعيه للخارج وضمان الامن الغذائي والامن المائي والامن الصحي والامن الطاقي لبلادنا والعالم كما تعلمون يعرف تحولات وهزات متتاليه وبهذا حزب الاستقلال يؤكد على هذا المعطى وهذه هي جوهر ورساله الحزب، ثم كذلك شعار المؤتمر يعكس تجديد العهد على التشبت بالثوابت الوطنيه والثوابت الدستوريه للمملكه المغربيه كما كان دائما حزب استقلال وسيظل ملتزما ووفيا للمبادئ الدستوريه للمملكه المغربيه.